لا انا المحامي اللي هيخلعني لازم يكون اشيك محامي في مصر. وما تخافش على المصاريف، هنحاسبك بسعر الجمله. انا بقبض بالدولار. اوكي. وبعدين شيكه ايه ده؟ يو اس بول او امريكاني؟ مش عاجبني. لا ده انا اشتري لك رمز بقى جديد. مستنيه. صلاه النبي. يا صلاه النبي. ها ها مثلا ها مثلا مبروك الخلع. السلام عليكم. النهارده موسم جديد وحلقه جديده من برنامج يا انا يا انتي مع محمد حسن ونانسي المغربي. ازيك يا محمد؟ ازيك يا نانسي؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. الرجاله عامله قلق ليه يا عم؟ في ايه؟ مش عارف. في الخلع، طلاق وخلع ومشاكل مشاكل مشاكل. انا اخر ما اعرف حاجه عن الخلع كان محامي خلع. هو الفيلم اللي انا اتفرجت عليه. ما هو من بعد بقى محامي خلع كل الستات بتخلع بتخلع. باي 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 حبيبي باي باي. بالظبط. مش معايا في الجاي. ليه بقى؟ ليه بقى تفتكر؟ ليه زهقت؟ مين اللي انا زهقت يعني؟ والست اللي غيري زهقت وكده؟ ليه؟ انتوا فيكم عيوب لازم تتخلعوا، لازم تتخلعوا. تتخلعوا ليه بقى؟ او انت بتشوفوا انت طالع في صمت. انتوا بتتخلعوا ليه يعني؟ انت من وجهة نظر كده احنا كستات بنخلعكم ليه؟ مثلا زهقتي. اكيد ما فيش ست بتخلع علشان زهقت، في اسباب قهريه تخلي الست تخلع. انا عندي سؤال، ليه الراجل يوصل نفسه ان هو يتخلع؟ ليه ما يطلقش؟ مش فاضي يا ولا. هاي مش فاضي يعني؟ مش فاضي هروح لسه بقى اروح المحكمه وارجع لا طلعت عند مأذون اسهل بكتير بكتير. مكلف. بيكلف. مش عايزين تصرفوا يعني؟ لا ده انت بخلة يعني. ده المأذون لوحده بقى عاوز 1500. يا سلام يا سلام. وانا طلقت. ومنظرك تبقى راجل ازاي وانت مخلوع؟ طب ما في ناس كتيره قوي اتخلعت عادي يعني. عادي يعني؟ مفيش بقى. بصي بصي يا مدام. بصي يا مدام. انا دلوقتي لما اروح ادفع للمحامي ايوه 1500، طب ما انا اروح اسافر بيهم راس صدر احلى مثلا. صح صح عندك حق. تصدق اطلقك واخلعك وادفع فيك فلوس؟ ايوه صح. لا ما يصحش ابدا. لا صح، لكن نهزق بعض ونتعامل باسلوب غير لائق، وتخلي يعني اللي اشتريتك من البدايه تروح تخلعك، مش كده؟ هو ده الصح. اخلع اخلع اخلع. طب وليه ما تطلقش؟ انا مش متطلق، انا هخلع. انا هخلع منك. ازاي ده انا اللي بخلع منك؟ بصي كل واحد عنده اسبابه. ازاي يعني؟ مثلا انت مثلا تكوني ست مش مدياني راحتي. ممكن اعرف وعليك 2 و3 و4 و5. ليه الخلع برضو؟ ما هو الخلع ده مدام عشان برضو انا عاوز افهمك. افرضي انت بتصرفي كتير. والله يا مدام زي ما بكلمك كده. ايوه اوكي. يعني انت افرضي انت بتصرفي كتير. اه انا بقى اقعد اصرف عليكي كتير كده؟ لا طبعا عيب ما يصحش. انا انت اخرك معايا في القصه دي 25 جنيه مصاريف وبتاع ومش عارف ايه، ب 5 جنيه فول وب 5 جنيه طعميه وب 5 طول اليوم. اه بقى حرق فلوس فلوس فلوس. ايوه لا تصدق تصدق تصدق. ده الراجل اللي هو اسمه ايه اللي هو خد 15 مليون من طليقته ده. خد 15 مليون من طليقته؟ اسمه ايه؟ مش فاكره طبعا. الراجل اللي هو الممثل العالمي ده اللي هو كان متجوز الست العالميه الثانيه دي. خد 15 مليون. انا لما خلعك ارخص لي. مش فاهم الناس عاوزه ايه. انت عاوزه ايه دلوقتي؟ ولا اي حاجه. بس ما بدناش الناس باي حاجه. الخلع حلال. طبعا حلال طبعا، ولكن انا برضو سؤالي فين؟ ما تردش عليه. ليه الراجل بيسيب الست تخلعه؟ ليه ما يبقاش عنده كرامه ورجوله ويطلقها؟ ليه؟ المؤخر هتتنازل عنه؟ ليه ما بيطلقش؟ أجرة المأذون يا خراشي على أجرة المأذون. مع مؤخر وأجرة المأذون والقايمة. أنت عارف ده معناه إيه؟ معناه إيه؟
ان فعلا انت ثبتت لي حاجه واحده بس في كلامك ده، ان احنا كستات في المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي ده ارجل من اي راجل على وجه الارض الا يعني من رحم ربي. يعني ايه الكلام الا ده؟ من رحم ربي. ايه الكلام ده؟ يعني ايه الستات ارجل من الرجال؟ اه طبعا، يعني احنا بمليون راجل نشتغل وبنصرف وكمان بنتجوز وبنخلع ما شاء الله، يعني احنا بقينا راجل وست. ده كمان مش في الجواز بس، ده في الخلع كمان اوفر قوي. طب ايه يعني مش ناويين تغيروا شويه عشان بداوا فعلا الرجاله تنقرض؟ مش شايف كده؟ طب انا هقول لك على حاجه، قول حاجتين. عارف ان الرجاله بتتجوز يعني. يا سلام، ده ايه ده؟ ها ايه ده؟ ده بتتجوزني يعني؟ لا مش هتجوزك كده وانا اتجوزك على طول. امال ايه بقى ان شاء الله؟ مش في حاجه اسمها تعارف وخطوبه وبتاع وكده؟ اه اوكي، وانت بتفرق معاك وتعارف وخطوبه وبتاع وكده؟ المهم هتدفعي. هتدفعي كام فعلا؟ انتوا دلوقتي بقينا للاسف الرجاله فاهمه غلط. الرجاله فاهمه انه الست لما انا اتجوزها هي اللي تصرف عليا، يعني حاسه ان في ايرور في الموضوع، يعني انا اصرف عليك بتاع ايه؟ امال انا متجوزه ليه؟ يعني انا كست اصرف ليه؟ انت واخده الموضوع جد قوي. مالك عادي صح؟ مش مشترك الدبله الالماظه اهي. خدها يا عم واتجوزني وسط عادي زي الناس. ايه بكام دي ولا حاجه؟ ايه بكام دي؟ الماظ. ايه الماظ يعني؟ يمكن جايبه قسط ولا بتضحك عليا؟ ايه اللي شاريه الفيسه؟ لا بجد. طب تعالى نتكلم بجد. تعالى بقى نتكلم بجد كده. مال بقى الستات والرجاله؟ مال الستات والرجاله ليه بجد؟ والله الراجل ليه لما بيلاقي ان الست يعني خلاص مش حباه او مش عايزه تكمل معاه ليه بيوصل الموضوع للطلاق؟ سوري للخلع. ليه ما بيطلقهاش باحترام وبالشياكه؟ كل واحد ممكن يختلف استراتيجي. يمكن هو مش عايز يطلقها، يمكن يعني هو دماغه مش عايز يطلقها. ايوه، ايه السبب ان هو مش عايز يطلقها؟ ليه ما يطلقهاش؟ يعني معقوله؟ اكيد هو مش هيعيش معاها غصب عنها. طبعا ما ينفعش. ليه بقى بيوصلها انها تخلعه؟ ليه الراجل ما يروحش من نفسه بالشياكه يطلق؟ مش كل رجاله يعني، مش كل رجاله، بس في رجاله الا من رحم ربي. انا بقول الا من رحم ربي. كل الرجاله عشان ما حدش يزعل. بس في ناس مفيش احمر يعني، فعادي. الايه؟ مفيش احمر عندها يعني، يعني في ناس مش عندها دم يعني. عند الراجل يعني تقصد؟ اوكي تمام. ف يعني الست خلاص القانون حدد لها مسار تاني ومسار سهل يعني، دلوقتي ما بياخدش وقت. ما بياخدش وقت، دي حقيقه يعني. خلاص يعني حتى لو الراجل ما طلقش الست بتروح تخلع. ناس كتير قوي بيخلعوا دلوقتي. ايوه دي حقيقه. يعني محكمه الاسره اكتر محكمه شغاله. يعني ده في القوانين الجديده في الجواز هيعملوا بنود عشان يتفقوا عليها وكل يمضي عليها، عشان بقى ايه ما يبقاش كل نص يعني. الاوضه بتاع محكمه الاسره دي ما بيناموش. دي حقيقه مش قوي كده يعني، بس لا لا بس لا. بس بجد بجد انا كبنت يعني شايفه انه القانون الحمد لله ان هو خلى حاجه اسمها فيها خلع عشان خاطر الرجاله، او انا بالنسبه لي اشبه رجال بصراحه. الراجل الخلع ده اشبه رجال يعني، تعرف اي كان، بس كل واحد بيبقى ليه ظروفه. كل واحد بيبقى ليه ظروف. في واحد مش عايز يطلق عشان خاطر هو شايف انه ممكن يكمل، ممكن يصلح بنفسه، ممكن مش عارف ايه. لكن في الاول في الاخر في ناس كده، ويعني يعني في ناس كتيره اول ما تحس ان الحياه قافله تكل على الله تسيب يعني تمشي تطلق الست. لكن في ناس تانيه. نصيحة يا محمد لكل راجل، ما تتجوزت خالص. والنبي انت عندك حق، وانا برضو بنصح كل بنت يا فكري كويس مرة واثنين وثلاثة، وادرسي الراجل اللي قدامك كويس جدا. اوعى تتجوزه. وفي الاخر لا يا عم احنا كده بنقول لهم ما تتجوزوش. اوعى تتجوزه. ما تتجوزوش. لا فكري كويس، فكري كويس ودرسي الشخصيه اللي قدامك كويس جدا قبل ما تاخدي قرار في فكره الجواز. الموضوع مش سهل خالص، مش بسيط، عشان لما تقرري ان انت تسيبيه، لان الجواز الايام دي ما بيطولش كتير، فعلا تبقي يعني اتبسطت انك قعدتي مع راجل مش مع واحده صاحبتك. ايا كان والله، بس هو الفكره ان الجواز مسؤوليه كبيره مسؤوليه مشتركه، ولازم الاثنين يشيلوها. لو اي حد فيهم حصل خلل سواء الست او الراجل، اولا المسؤوليه ثلاث ارباعها على الراجل، ولما الراجل هو بيحصل خلل من عنده خلاص البيت بيبوظ. هو كده ما تقوليش على الست. مسؤوليه مشتركه. مسؤوليه مشتركه. مشتركه. مشتركه يعني ايه؟ يعني الراجل معروف هو اللي بيقود البيت، هو اللي بيصرف على البيت. ايوه.
هو اللي بيتعب، هو اللي بيشتغل، هو اللي بيجيب بيت الزوجية. يعني بيت الزوجية؟ اه طبعا. طيب انا اعرف ناس اتجوزوا مراتاتهم ما جابتش احد خالص، ثلاث شهور ستهم داخلين جواز وكل حاجة رجالة، هو ده الشرع اصلا ان الست ما تجيبش حاجة، بس احنا هنا بنقلف يعني. أوكي. يعني اللي يقولك نصه على لا، هو الشرع من استطاع منكم باءة فليتزوج. ايه بقى الاستطاعة؟ ان انا اوفر لك مسكن، فلوس اصرف عليكي، اكلك، اشربك، لبس، اشربك، انتي كل حاجة مسؤولة من الراجل مني. يعني الراجل هو اللي مسؤول عن مراته في كل تفصيلة. لكن طبعا اليمين دول عشان المسؤولية يعني الدنيا بقت صعبة شوية، والراجل ما يقدرش عشان تتجوزي عاوزة مبلغ 2-3 مليون جنيه، فقالوا يعني نقسم الموضوع شوية. يعني اهلها بقى يجيبوا في العفش، ما عنده غلط. لا ده في ستات دلوقتي بتتجوز كمان في بيتها عادي جدا، والراجل بيخش يتجوز في بيتها ومش عايز يصرف. النماذج بنشوفها عادي. ما هي النماذج دي بقى، ما ده برضه غلط اللي وافقت من الاول على كده. اي كانت فكره نفسها تشتري راجل، وبعد كده للاسف بيلاقوا نفسهم لابسين في حيط عادي. تشتري راجل ده شغل افلام. لا بجد ده بيحصل. مفيش حاجه اسمها بشتري راجل، في حاجه اسمها طالما انت عملتي خلل في المنظومه اللي ربنا خلقها. أيوة اللي هو صح. ربنا قال من استطاع منكم باءة فليتزوج، فانت ركنتي الكلام ده على جنب واشتغلتي بدماغك، فنتيجة هتكون زي ما انت الناس بتشوف كده، ان حاكم الاسره وده واحد متجوز واحده عشان فلوسها ودي واحده مش الموضوع مش هيبقى لطيف يعني. بس هو الصح ان مفيش حد يتجوز الا لما يعني الراجل يكون عنده كل حاجه، عنده شقته وعنده بيته وعنده عربيته وعنده كل حاجه، علشان هو ده الصح. هتتجوزي لي والراجل يكون جاي ضيف شرف؟ لا ما ينفعش الراجل يكون ضيف شرف. عندك حق. يلا خلينا النهارده كانت بدايه خفيفه كده كلها هزار، ما كناش حابين ان احنا نتقل عليكم مع بعض. شوفوني في حلقه جديده انا ومحمد حسن في برنامج يا انا انتي كل اسبوع على قناه اس بي سي. سلام عليكم. سلام.